لا حجز فندق ولا معلومات عن المواصلات ولا اي فكره خالص عن هعمل ايه في البلد دي. سلطه يا معلم. اللي اكتر حاجه كنت اعرفها عنها ان لوكا مودريتش وراكيتيتش بيلعبوا في المنتخب بتاعهم اللي بيسموه المنتخب الناري، والسبب اللي خلاني ازورها اصلا ان هي كانت ارخص تذكره موجوده على الانترنت. دي الخطه والتجربه اللي قررت اعيشها في بلد اسمها كرواتيا، وهنشوف هل هنعرف ناكل ونتنقل من مكان لمكان، وهل هنعرف نشوف حاجه اصلا في البلد دي. فما تنسوش تدونا لايك على الفيديو وخلينا نبدا. صباح الخير، مطار بازل نقطة البداية للرحلة اللي ملهاش معالم ديت، والحاجة الوحيدة اللي متخطط ليها الرحلة دي كلها. مش قادر اقول لكم انا متوتر ازاي، كأني ما سافرتش قبل كده، بقالي يعني سنتين ما ركبتش طيارة، واول مرة اسيب كراكون. اعلم سيدي ان مدينة بازل هي المدينة اللي بدأ منها محمد صلاح ومحمد النني كمان. تقول لي يا عفيفي يعني ايه من غير خطه؟ اقول لك يعني بعد الطياره دي انا مش عارف اركب مواصلات ايه عشان اتنقل جوه البلد، انا النهارده مش عارف انام فين. ايه اللي توتر وده بالنسبه للبلد كلها، يعني سلطه يا معلم. افرض ان احنا لقينا نفسنا فجاه في وسط بحر عبيط، هنعمل ايه؟ هنضبش. اديك انت قلت هنضبش. مفيش خطه، مفيش توتر، كل حاجه تمام. انا بعمل في نفسي كده ليه؟ بقى على ميعاد الطياره حوالي 45 دقيقه وانا خايف اروح على البوابه بتاعتي. لميت شعري عشان الرؤية توضح كده شوية بدل ما كل حاجة كانت مزغللة. رايح بلد لا عارف هما بيتكلموا لغتي ولا حتى عندي تخيل للغة بتاعتهم ديت، ولا عارف بلدهم غالية ولا رخيصة. ربنا يستر، بس أنا مش متوتر خالص، أنا خايف. لا بص ما تعيطش. لك أن تتخيل عزيزي إن أنت دلوقتي بقيت ممكن تركب طيارة من غير مصنع. الحياة رجعت لقبل كورونا، ما عادش فيه أي إجراءات الحمد لله. كل الناس مسافرة ومبسوطة. أنا قاعد في ديل الطيارة بس على الأقل جنب الشباك. نشوف حاجة. أهلا بكم في كرواتيا يا جماعة. إحساس غريب إن الواحد ينام ساعة يصحى يلاقي نفسه في بلد تانية خالص، في اتجاه آخر من العالم. هوب بيلاقي نفسه في بلد معرفش عنها حاجة. لقينا خريطة لكرواتيا، إحنا موجودين هنا. يا عالم بقى الأيام اللي جاية هنروح فين. ختمنا ودخلنا من غير حاجز اوتيل ومن غير اي حاجه. الظابط بيقول لي انت ما تعرفش ان القوانين عندنا ان انت ما ينفعش تدخل من غير ما يكون عندك حجز، والكلام ده انت معاك فلوس اصلا تخش البلد. انا ما كنتش عارف اصلا ان احنا محتاجين نختم واحنا داخلين كرواتيا. قلت له لا يا عم والله انا يعني كله تمام، انا بس عايز اكسبيرينس كرواتيا الطريق صحيح. ختم لي وقال لي اهلا بيك في كرواتيا. أنا اصلا كنتش عامل حساب النقطه دي تماما. Do you use here euro in Croatia? Hey guys, are you arriving or leaving? No. كورونا. Yeah, okay. What is the best way to go to town? العملة مش العملة مش يورو يا جماعة. فظهر ان انا ما عنديش اي فكرة. كان معايا 20 يورو فكة كده، قلت نغيرهم عشان نعرف ننتقل من المطار اللي شكله في اخر بلاد العالم ده. بسيطة، لقينا الحل. اتوبيس. غالبا كل العواصم في اوروبا كده، تطلع من المطار تلاقي محطة الاتوبيس على طول، ما تحتاجش حتى تسأل حد. لقيت محطة الباص، رحت بصيت عليها لقيتها بتودي زجر. يا رب بس ما يحدفناش في زجر بالبلد ونبقاش فاهمين حاجة هناك. البلد الفاضية دي، دي البحيرة الوحيدة في زجرب. قلت اكيد يوم الحد ده يوم ظريف للناس تطلع فيه برا، تقعد في البارك تحت الشجر. مش حد، حرفيا مفيش حد. لو بركان ضرب البلد دي مش هتكون بالشكل ده. ده العاصمة، يجوا يشوفوا القاهرة عندنا. بصراحة احساس غريب جدا ان انت تزور بلد واللي تشوفه منها بس هو السياح، بس على الاقل في ناس. اخيرا ناس. كنت فقدت الامل والله نهائي في موضوع زجرب ده. حسيت ان البلد حد اختطف الناس اللي فيها ولا حاجه، كتر ما فيش حد خالص. يعني الشوارع فاضيه فضاء غريب. يعني بدانا نوصل لحاجه. المنطقه دي شكلها سياحيه شويه، بس اكيد حواليها هتلاقي في حاجات الشباب بتاعت البلد هنا بتروح لها ويهربوا من حر الصيف ده يشربوا لهم قهوه. لقيت السوق الصغير اللي انا ماشي فيه ده بيبيعوا فواكه وخضره طازه. قررت ان انا افطر من هنا لاني من ساعه بدات الرحله ديت ما اكلتش ولا حاجه. عندهم برقوق رهيب،
زاد ان انا اشتريت برقوق، اشتريت تين اصفر يا جماعه. التين الاصفر ده سكر. اشتريت التين والبرقوق ب20 كونا، والعمله طلع اسمها كونا مش كورونا خالص. ال20 كونا دول حوالي 2 يورو ونص، يعني الاسعار في كرواتيا معقوله جدا. قررت بقى اركب الترماي بتاعهم هنا، ده شبه ترمايات اسكندريه، قديم جدا ومخلخلخ ومكحكح، بس لونه ازرق ملونوش اصفر. بعد لف كتير بالشنطه التقيله اللي انا شايلها، اكتشفت ان فعلا اهل زغرب هجين وسابين البلد. But why you are here? Me. Yeah. No money. Broke. اخر النهار واكيد باين عليا التعب، قلت بقى اقعد واشوف هنام فين النهارده. اكتشفت ان كل الاوتيلات محجوزه، اجرب ان حد يستضيفني على كاوتش سيرفينج، محدش بيرد. 10 وربع الحمد لله لقيت مكان انام فيه النهارده، كنت خلاص يعني غالبا هنام في الشارع ومعيش سليبنج باك حتى، بس لقيت اخر هوستل عنده اخر سرير لان في 2 كنسلوا قبل الوصول. الحمد لله ان انا كلمتهم دلوقتي اساسا. وصلنا ننام، بعد كده نشوف بكره الخطه هيكون فيها ايه، اللي مش عارف فيها اي حاجه برضه. النهارده اليوم بصراحه كان عندي توقعات لي اكبر من كده، بس تجربه كويسه. شايفك اللي لسه ما اشتركتش في القناه، وشايفك برضه اللي ما شدتش لايك على الفيديو. يوم جديد، تعرفت على الناس في الهوستل الجميله دول، طلع عندهم خطه. النهارده هنعيش دور السياح ونكتشف زغرب. الظاهر الخطه اللي مش خطه ديت هتبتدي تشتغل. وصلت محطه الترام ديت امبارح ولقيت محل المعجنات ده ولا الفرن الكرواتي ده، وقررت افطر من عندهم النهارده. دي حاجه مشهوره جدا في البلقان اسمها بوريك، الناس هنا بتاكلها تقريبا كل يوم الصبح. الفطار دان الدوري راكب الترام ده معظم الوقت، لان سعر المواصلات هنا في زغرب معقول جدا. التذكره سعرها حوالي 50 سنت. دلوقتي في طريقنا لواحده من المتاحف الغريبه المميزه بها زغرب. هل تعلم ان الكرافتة اخترعوها هنا في كرواتيا، ومحققين جينيس ريكورد في اكبر كرافتة في العالم؟ انها كرواتيا يا جماعة. وطبعا دي ما كانتش اكبر كرافتة في العالم، لان اكبر كرافتة في العالم حطوها حوالين واحد من اكبر الاستادات الرومانية اللي موجودة هنا في كرواتيا، ولوكا مودريتش طبعا هو محمد صلاح بتاعهم. متحف للعلاقات المدمرة، العلاقات المفركشة. مين اللي جاته الفكرة دي؟ متحف لعلبة بيتزا قديمة وجزمة وقشرة تعويرة ومراية وتليفون. ايه اللي جاب الحاجات ديت جنب بعض؟ واللي ده يعتبر واحد من اغرب واجمل المتاحف اللي زرتها في حياتي. اشياء ومقتنيات مجموعة من كل حتة في العالم ومحطوطة في مكان واحد، واللي بيجمعهم هي قصص حب مدمرة. ده اشهر معالم زغرب. ايه الحزن ده؟ وعلاقات موصوفة بكلمات قوية جدا مكتوبة على اوراق ومحطوطة على الجدران دي. يعني ده مكت لعفش شقة أحلامهم اللي فركشوا قبل ما يلونوه حتى، وده جواب حب ناقص. وده مثلا تمثال حبيب جابه حبيبته من بيرو وقال لها ده ليكي عشان انت الحبيبة المختار، بس ما يعرفش ان هي شافت كل التماثيل اللي في شنطته قبل ما يمشي. ودي مراية قصتها من مدينة فرايبورغ، كانت صاحبتها ببص فيها كل مرة قبل ما تنزل تخون جوزها. ودي شنطة براشوت لمدرب سكاي دايفنج علم حبيبته ازاي تنط من الطيارة ومات وهو بينط. والمتحف ده بياخد العلاقات لليفل تاني خالص. يعني دي مثلا علبة بيتزا قديمة، صاحبها عاشق البيتزا بس اكتشف ان عنده حساسية جلوتين، وده سخن في مصر مش عارف ايه اللي جابه هنا. والتليفون ده صاحبه اداه للبنت اللي معرفش تتواصل معاه بعدها لمدى الحياة. فستان فرح، جزم اباجورة، سجادة صلاة، وقطعة كروشيه من سوريا، كلها حاجات بتعبر عن العلاقات انتهت بس سابت اثر كبير. ودي قصة اشهر معالم زغرب. حزن كتير، معلومات كتير، بتبقى عايز يا تعيط يا تمشي وتسيب المكان. لقينا مدخل للمكان الغريب ده، تحس ان النفق ملوش نهايه. الانفاق ديت لسه ما زالت تحت الاستخدام، يعني مش حاجه بقى كانت بتستخدم ايام الحرب العالميه وبس. لا الظاهر ان هم هيستخدموا الانفاق ديت لما يجي هجوم علينا زومبي ولا حاجه. وبعد يوم طويل كان لازم ناكل، رحنا على مطعم محلي عشان ناكل واحده من اشهر الاكلات اللي موجوده في كل دول البلقان. بصوا على ده يا شباب، ما ينفعش تكون في دول البلقان وتبقى فيجيتيريان خالص، هنا كله لحمه 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 لحمه. عندهم اولموست عيش بلدي زينا. ناكل بقى
ونرجع للكنبة بتاعتنا ونشوف هنعمل ايه بكرة. ده كان اول وتاني يوم في رحلة كرواتيا الغريبة، واليومين الجايين اللي هتشوفوهم في الفيديو اللي جاي قررت ان انا اخلي ناس غريبة معرفهاش تفسحني في كرواتيا من شمالها لجنوبها. فمتنسوش تشتركوا في القناة واستنوا الفيديو اللي جاي، وشكرا جدا لدعمكم طول الفترة اللي فاتت وان انتوا وصلتوا للنقطة ديت من الفيديو. اوعدكم ان الغياب ده مش هيتكرر تاني. بثق فيكم جدا زي ما بتثقوا فيا. اشوفكم على الطريق من جديد. سلام.